يعني سلم خانم كمان راح. جانسو صارت لحالة بالبيت. فريحة كأنك صايرة عم تنسي كتير شغلات بسرعة. أنا أكيد مالي نسياني. يعني مستحيل أنسى عمايل جانسو معي هديك السنة، بس برأيي كل إنسان بيستحق فرصة تانية. في ناس الفرصة التانية كتير عليهم فريحة. تليفونه مسكر كمان. معقول كوراي يطلع من عندك الساعة 3 الصبح؟ لك أنا رح جن منه. كوراي؟ ليش هيك عم تساوي؟ عم أتصل فيك ما عم ترد، وأنت مسكر تليفونك كمان. طلعت من عندي الساعة 3 الصبح وما بتخبرني بشي؟ كلثوم حالتها سيئة كتير. حلو كتير. داويتها لمرتك؟ هي كانت كتير مرعوبة وما كان فيني اتركها ابدا. اها، لكن البواب رجع على بيته. زعلتني عليك كورا. بعتذر كتير هاندا. بدك ترجع لعندها؟ انت ناوي ترجع لعندها؟ لا، مو قصة اني ارجع لعندها، بدي ارجع على بيتي. اوعك تحكيني مرة تانية. هاندا، هاندا، يعني أنا مثل ما قلت لك قبل ما فيني أتدخل بخصوصيات علاقتكم، بس أنا بترجاك إذا بدك تطالع من حياتك فطالع بدون ما تأذيها أكتر من هيك. هي كثير مكسورة وهي ما انكسرت من قبل. هلا فريحة، امبارح صارت شغلة مو منيحة بالبيت. شو؟ البيت تبعنا انسرق. شو؟ اطمني، ما في شي بيخوف، كلثوم حالتها منيحة. ايه طيب ليش ما خبرتنا؟ لأنه نحن ما حبينا نخوف أهلك، الوقت كان متأخر شوي. بعدين أنا هلأ خلص رجعت على البيت لأنه ما فيها تضل حالة. رجعت على البيت؟ يعني بصراحة أنا ما رح طلق كلثوم حتى تخلص دراستها، رح يضل زواجنا على الورق وبس، ورح ضل عندها بالبيت هاي الفترة لحتى تتجاوز مشكلتها. ماشي، فهمت عليك. أنا بدي أروح مشان أشوف كلثوم هلا، قلقت عليها. حبيبي كنت بروح لحالي لعندها. يا ريتك رحت لعند كوراي، كان محتاج لشي حدا إنه يشكيله. أنا ما عندي شيء إلا يا أبدا، الزلمة عم يرتكب غلط فوق غلط. شغلة غريبة ما هيك؟ كوراي حابب إنه يخبي طلاقه عن الناس مشان كلثوم، نحن عم نخبي زواجنا مشاني. شفتي؟ حتى ما عم يتركك الصبح كمان. حبيبتي انت منيحة؟ منيحة فريحة. يلا فوتي. آسفة اني انشغلت عنك. أهلا وسهلا. والله كلثوم لاحظ إنه تشوفنا نحن التنتين. أكيد عمتي خديجة رح تنزعج إذا عرفت إنه اجتمعنا هيك من دونها مع بعض. المهم أنا بدي روح. حبيبتي فريحة كنت حابة إنه نرجع سوا مع بعض، بس أنت هلأ صار في عندك شفيرك الخاص وأنا ما بدي إزعجك. يلا انبسطوا مع بعض. ماشي حبيباتي. كلثوم يا قلبي حبيبتي، ديري بالك على حالك. ليش ما اتصلتي فيني واتصلتي بهالقيمة هي؟ أنا ما اتصلت فيكي لأنه عندك مشاكل فريحة. كلثوم ليه بقى تثقي بهي المرة؟ طلع فيني. هي حبيبتك اتضايقت كتير لما شافتني وقلبت خلقتها كمان. خبرها وفهمها أنه أنا أولا وأخيرا عم اشتغل مشان راحتكم.
لك انتي من الاول ما بتحبي سهر فريحة. اي ماشي بعرف قديش ضايقتنا وقديش ساوت فينا شغلات كتيرة، بس بالاخير بتضل كنتنا ووحدة من عائلتنا، وكمان انتي اعترفتي انك حاطة نقرك من نقرة من ايام امك. كلثوم انتي ما عم تتذكري الشي اللي عملته فيني؟ هي سرقت خاتمي وحاولت انها تبيعه، ووقت اللي فقدت ابنها اجت اتهمتني الي، شو ما عم تتذكري؟ لك الشيطان بيلعب براس كل واحد، وانتي بتعرفي هذا الشي فريحة. انا مالي مصدق انه انتي اللي عم تحكي هالحكي، لكن انتبهي على حالك وعلى سهر كمان. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.